وكمان الآية اللي حابك تعلقي عليها لما الرسول بولس اختبر حضور الله كان موجود في السماء وبعدين اختبر شوكة في الجسد والرب كلمه قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. شو بتحس لما بتسمعي هذه الآية؟ قوتي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. حقيقي حقيقي يعني هذا اختبار لكل شخص متألم، وأنا مختبرته شخصيا. أكتر مكان وأكبر نعمة بتشعر فيها يوم ما أنت تكون في ضيق، هذا اختبار. يوم ما أنا أكون بحاجة لله دايما بشوف نعمته كبيرة في حياتي. بعدين تكفيك نعمتي حقيقي يعني أشكر، يعني أشكر، يعني ما تتذمر، يعني ما تقول أنا صار لي سرطان وتعيش في مرارة وشمعنا ابن الجيران لا ولا جارتي ما صابهاش وأنا صابني. لا، الله الله له هدف، الله له حكمة من كل شيء بصير. كمان ما يكون عندنا شعور المرارة حقيقي. يعني أنا مرات من تجربتي الشخصية بطلع في السيارة بسوق إجري مقطوع على الشمال، بقول يا رب شكرا شكرا تكفيك نعمتي إنه إجري الشمال اللي راحت مش اليمين. يعني هيني بقدر أسوق، منيح اللي لسه اليمين موجودة إني بقدر أسوق. نتطلع على النعمة الكبيرة لأن قوتي في الضعف تكمل. حقيقي انت بتكون بحاجة لله وبتشوف عظمة الله في ضعفك، في ضعفك. يوم ما يكون عندنا كل شيء، يوم ما يكون انا صحتي منيحة، يوم ما يكون الله معطيني غنى، الله معطيني البيت اللي بحلم فيه، الله معطيني الاولاد، الله معطيني كل شيء في الدنيا انا بتمناه، يمكن ابطل بحاجة لله واقول خلص انا كل شيء عندي ليش اطلب الله. بس حقيقي انت بتشوف الله برؤية واضحة وبتشوفه بكامل مجده وبكامل هيبته وبكامل حضوره لما انت تكون في ضعف.